تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائي المستمعين، اسعد الله اوقاتكم بكل خير، واهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج نفتح آفاق التواصل معكم المستمعين لاستقبال آرائكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. فأهلا ومرحبا بكم في هذه الساعة الإذاعية التي نتمنى أن تكون إن شاء الله مليئة بالمعلومات القيمة. في البداية نرحب ب يعني فريق العمل معنا اليوم في التنسيق، نجاة السويدي صبحت الله بالخير نجاة، وأيضا بنوح في الإخراج، أيمن سرحيل، واليوم تشاركني التقديم كذلك دكتورة بدرية الحرمي، صبحت الله بالخير دكتورة. صباحك النور والسرور، صباحكم حب وإيجابية أعزائي المستمعين وكل الموجودين عندنا في الاستديو. نذكركم في أرقام التواصل 600-551414 وعبر الرسائل النصية 4006، ومشاركتكم دائما تسعدنا، شاركونا. أيضا متواجدين كذلك لايف على إنستغرام نور دبي وهيئة الصحة بدبي DHA_Dubai. اللي يبغي ياخذ تفاصيل البرنامج أو الكواليس أثناء الفاصل ممكن أن يتابعنا عبر قنوات التواصل الاجتماعي اللي ذكرناها. دكتورة، يقال أن المكسرات يعني هي ضرورية للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية. في يعني أمراض القلب والأوعية الدموية هي من أكثر الأمراض انتشارا في العالم، الوقاية منها يعني أو تقليص خطرها حسب صحيفة الديلي ميل يعني استنادا إلى علماء من جامعة هارفرد، قالوا أنها يمكن تخفيض خطر هذه الأمراض بمقدار الربع إذا ما تناولنا خلال الأسبوع حفنتين من المكسرات. الدراسة بيّنت نتائجها اللي خضعوا لها تقريبا 200,000 شخص أن جميع أنواع المكسرات تساعد في تخفيض خطر الموت بأمراض القلب والأوعية الدموية، وكشفت أن الأشخاص الذين يتناولون اللوز، البندق، الفستق وغيرها من المكسرات مرتين أو أكثر في الأسبوع معرضين للإصابة بهذه الأمراض بنسبة أقل بمقدار 23% من الآخرين. يعود السبب إلى أنه بفضل احتواء المكسرات على مضادات الأكسدة والبروتينات ومواد غنية ومعادن وألياف غذائية، فإنها إضافة إلى أمراض القلب والأوعية الدموية تمنع الإصابة بأمراض أخرى مثل السرطان، السكري، أمراض الجهاز التنفسي والخرف. خبيرة التغذية مبوفة عايشة مرت غواش زين مرت غواش فيري تقول ان الدراسات اكدت التوصيات بشان اضافه مختلف انواع المكسرات الى التغذيه لتخفيض خطر الامراض المزمنه. شو تعليقك دكتوره؟ ممتاز. قبل تعليقي، تحب المكسرات انت محمود ولا انا؟ يوميا. زين ممتاز. لا، وعندي بعد ساعات مع كابتن كفاح الكعبي نسوي مثل متو، ناكل مكسرات، نطالع مباريات وناكل مكسرات. ممتاز ممتاز. انزين، طبعا مثل كثير من الابحاث والدراسات اكدت اهميه المكسرات في الوقايه من الامراض المزمنه اللي انت ذكرتها، وبعد منظمه الصحه العالميه وصت بتناول جميع انواع المكسرات لانها مفيده لنا، وبعد نوهت ان لازم ندخل المكسرات هاي في نظامنا الغذائي بشكل يومي. انزين،
ليش؟ لأن مثل ما ذكرت أنت في بعض الفوائد لهالمكسرات، ومنها تحتوي على المضادات الأكسدة، على الألياف، على الفيتامينات، بالإضافة أنها تحتوي على الدهون الغير مشبعة، هذه مفيدة أنها تنزل نسبة الكوليسترول عندنا في الدم، وكذلك تحتوي على بعض المعادن المهمة مثل الفسفور، مثل المغنيسيوم المهم لصحة الجهاز العصبي لنا. وكذلك في شيء بعد وايد حلو مثل المكسرات كيف طعمها لذيذ تي، بعد ان في دراسات اثبتت ان المكسرات تزيد نسبه السيروتونين في الدم، وهو هرمون شو؟ هرمون السعاده، اللي يحسسنا بالسعاده، اللي يعطينا شعور بالشبع، وبالاضافه يحسن صحه القلب. يعني نصيحتنا لكل اعزائنا المستمعين، اذا تبون تكونون اكثر سعاده لا تنسون استبدلوا الحلويات واستبدلوا الأطعمة الدهنية بالمكسرات، وبعد ها ما تكثرون مثل ما ذكرنا، بس حفنتين. ايوه زين. يقول السلام عليكم، انا من عمان من سكان مسقط، هل ممكن علاجي في مستشفى دبي؟ ارغب باجراء عمليه حق الخلايا الجذعيه في دبي، لاني اعاني من تآكل في الركبتين والقدم اليمين، ارجو الرد اخوتي الكرام. طيب بالنسبه ل يعني اخواننا الخليجيين المقيمين في اماره دبي، يمكنهم يعني زياره كل مراكزنا الصحيه ومستشفياتنا للعلاج. اما اللي مش مقيم في اماره دبي فهنالك يعني اعتقد على التامين الصحي او شغلات معينه ممكن انه يتلقى العلاج في إذا 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 كان موجود، يعني موجود عند بوليصة تأمين معينة تغطي له العلاج. اسمحوا لي أبغي أطلع شيء من الخاطر. طلع من الخاطر. إنزين. سؤال، أنا أحب الكاجو كثير، كل يوم أكل كاجو طبعا محمص ومملح، لكن يقولوا لي ما منه فائدة. طب أنا لا أحب المكسرات النية. لا الكاجو زين، بس ما يكون مملح دكتورة ولا في طعم، لا يكون مملح أو بتكون في بتعود يعني على طعمه ترى. صحيح. 10 حبات بس باليوم. وفي أفكار بعد حلوة، ممكن يحطون مكسرات في السلطة، يخلطونها بالسلطة وايد طعمها يزيد. إيه صح. وتكون جزء من يعني شو يعني نظامهم الغذائي يومي. تغير علينا أيمن. من أيمن استوى ميته. ميتة بنبيات ومضمت لنا إن شاء الله في الاستديو. عموما نحن ما نطلع معاكم فاصل، بعد الفاصل بما نحن نتحدث عن أمراض القلب فما نتكلم إن شاء الله عن مركز دبي العالمي لأمراض القلب. شو هو هذا المركز؟ ما نتعرف على هذا الموضوع من خلال ضيوفنا في الاستوديو. منو بيكون معانا دكتورة؟ معانا دكتور محمد الرضا، مدير مكتب التحول التنظيمي في هيئة الصحة في دبي، وبعد بيكون ويانا الدكتور فهد فصليب، استشاري ورئيس قسم أمراض القلب القسطرة مستشفى راشد في هيئة الصحة في دبي. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. سعد الله اوقاتكم مره اخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معانا في برنامجكم صحه وسعاده. طبعا يعني اللي تابعنا على الانستغرام دكتوره ما بيشوف غيري انا وانتي، لان الدكاتره بعيدين مجلسينهم بعاد عن معانا في الاستوديو الدكتور محمد الرضا مدير مكتب التحول التنظيمي في هيئه الصحه بدبي، والدكتور فهد باصليب استشاري ورئيس قسم أمراض القلب والقسطرة مستشفى راشد هيئة الصحة بدبي. أهلا وسهلا فيكم ضيوفنا الكرام، ونورتونا اليوم في الاستديو. شكرا صباح الخير. شكرا لكم للمستمعين أيضا. زين، بدأت هيئة الصحة بدبي الخطوات التحضيرية الأولى لتأسيس مركز دبي العالمي لأمراض القلب، والذي يعني شرعت الهيئة باتخاذ التدابير اللازمة لإطلاقه بموجب اتفاقية الشراكة والتعاون اللي أبرمتها أواخر أغسطس الماضي مع مستشفى نيويورك. شو اسمه دكتور؟ بريسبيتيريان كولومبيا هارت سورس نيويورك بريسبيتيريان في ولاية نيويورك. ماي نيم از محمود. انزين. عموما هو احد اكبر المستشفيات الجامعية في امريكا. طبعا معالي حميد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي كان قد أكد على أهمية استحواذ مدينة دبي على نموذج صحي عالمي متخصص في جراحات وأبحاث أمراض القلب، يكون المرجع العلمي
والأكاديمي والطبي لهذا النوع من الأمراض اللي باتت تشكل يعني عبئا ثقيلا على اقتصاديات الدول، منوها معالي إمكانية دبي الهائلة وقدراتها على الإسهام في الحد من انتشار أمراض القلب والأوعية الدموية عالميا. يا ريت دكتور لو تعطينا بس فكرة عن هذا المركز وأهدافه. طبعا ما بنبدع الدكتور فهد بصلي، بس لكن هذا المركز يأتي تماشيا مع توجيهات سيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله ورعاه في استراتيجية الصحة بدبي 2016-2021. مثل ما تعرفون أن 15 برنامج استراتيجي في استراتيجية الصحة بدبي 2021، ويأتي هذا المركز تماشيا مع البرنامج استراتيجي رقم 8 اللي هو إنشاء مراكز تخصصية في دبي. والمركز رقم 1 أو المبادرة رقم 1 ضمن هذا البرنامج هي إنشاء مركز دبي العالمي لأمراض القلب بشقه الأمراض القلب الطبية وأمراض القلب الجراحية أيضا. ممتاز. انزين دكتور فهد، هل احنا بحاجة لهالمركز في دبي؟ وليش يعني شو حاجتنا لهالمركز؟ طبعا مثل ما تعرفون، اول شيء في البداية اشكركم على الاستضافة. مثل ما تعرفون امراض القلب اصبحت من الامراض الشائعة او امراض العصر الحديث. كلنا نعرف ان السبب الرئيسي للوفاة امراض القلب عالميا ومحليا كذلك. وبينت الدراسات منظمة القلب العالمية أن ل 2030 بيظل هو السبب الرئيسي للوفاة. طبعا نتيجة أن هذا المرض من الأمراض الشائعة ولكن كذلك من الأمراض الخطيرة التي تؤدي إلى الوفاة، فلابد أن يكون هناك مركز متخصص. معروفة دبي يعني بتميزها، فلابد أن تتميز كذلك في القطاع الصحي وكذلك في علاج أمراض القلب. طبعا لما نتكلم عن المركز ما نتكلم فقط عن علاج، نتكلم عن وقاية، تشخيص، علاج، إعادة تأهيل. وطبعا احنا يعني مثل ما هو معروف للكل في هيئة الصحة عندنا أقسام القلب وجراحة القلب متوزعة بين مستشفى دبي وبين مستشفى راشد. هناك في تنسيق بين الطرفين ولله الحمد، ولكن طبعا لما تتوحد الجهود وتتكامل وتتضافر في مكان واحد طبعا هنا بتكون نقلة نوعية في أداء هذه الخدمة لأهل دبي أهل الإمارات. جميل. الهيئة يعني مثل ما قلت الدكتور أعلنت أن المركز بيشمل مجالي العلاج وإجراء البحوث كذلك، فبيكون مركز شامل والتدريب كامل. والتدريب بعد ما شاء الله. طيب أنا قبل أخذ هذه النقطة أبغي أسأل بس الدكتور محمد الرضا، هل هذه لهم نفسهم الوفد اللي وديتهم الجولة المكوكية مالتك؟ نعم بالضبط هذهم. خبرنا عن الجولة شو سويت لهم؟ أسمع هاي السالفة الدكتور، خبرك أنا ولا؟ كان معانا الدكتور. كنت شريك في المؤامرة. كنت شريك في المؤامرة؟ خبرنا قل له. طال عمرك تعرف الوفد زارنا لمدة يومين، وكان إن خلال هاليومين استراحة بسيطة يعني في المساء، فحبينا نعرفهم على دبي بما أنهم كلهم أربعتهم أول مرة يزورون إمارة دبي. فهم تساروا البارحة إلى دبي مول ولا برج خليفة وشافوا وانبهروا بحداثة دبي، بس حبينا نعطيهم شوية من الطابع التقليدي لإمارة دبي ورجعون للأمور التقليدية وكذا. خبر شو الأمور التقليدية؟ فخذهم إلى حي الفهيدي طال عمرك، دخلنا في حي البستكية، وكان الهدف ان نوصلهم الى خور دبي مشي على الاقدام عشان ياكلون زلابية لان الجو حلو. فخذناهم ايضا لفة الى محل حلويات، ايضا كان هندي عند الحلويات الهندية، فشرحنا لهم سبب زيادة السكر عندنا، فكانت جولة علمية يعني. عموما المركز هذا قلنا انه بيشمل مجالي العلاج واجراء البحوث وايضا التدريب، خبرنا كيف؟ منو بيجاوبني؟ انت دكتور؟ دكتور محمد؟ اوكي. طبعا بناء الاحصائيات الموجوده انزين والارقام، طبعا احنا لنا فتره شغالين على هالبرنامج ويا اخوي الدكتور محمد رضا في المكتب، بما ان هذا انيشيتيف من ضمن الاستراتيجيه فلابد من جمع المعلومات حتى نشوف شو الإحصائيات اللي عندنا موجودة. رجعنا في الإحصائيات إلى سنة 2012
حتى نشوف أعداد المرضى من المراجعين من ناحية المراجعين في العيادات في الأقسام التخصصية، عدد القساطر، عدد الفحوصات التشخيصية، عدد عمليات الجراحية. فشفنا أن الأرقام أرقام مهولة جدا. فمؤهلين إحنا في هيئة الصحة أن يكون عندنا مركز متخصص. طبعا إحنا ما نبغي يكون المركز هذا حكرا فقط على العلاج فقط، لأن أنت نبغي الاستمرارية والديمومة. طبعا بدون الأبحاث وبدون تدريب الأجيال القادمة ما راح يكون في ديمومة. اليوم عندنا كفاءات ولله الحمد موجودة في هيئة الصحة، وعندنا الدعم ولله الحمد. فنبغي شيء نبرز فيه، مش فقط في العلاج. الحمد لله الخدمات المتوفرة جيدة، لكن احنا نبغي التميز. جميل. هم دكتورة بدرية، على فكرة يعني الأقسام القلب عندنا في هيئة الصحة بدبي وصلوا للعالمية في العديد من الإنجازات اللي تحققت في هذا المجال. يعني كانت لهم حتى يدربون عالميا ما شاء الله، يعني عبر الستلايت مجموعة كبيرة من الأطباء حول العالم، وهم مصادر في هذا المجال. الدكتور فهد بصري واحد منهم. طيب دكتور محمد، الحين من الناحية الاستراتيجية، أنا بتكلم شوي بعيد عن الطب، بتوجه إلى النواحي الاقتصادية اللي بتعود على إمارة دبي من ناحية يعني وجود مثل هذا المركز، ومثل ما ذكر دكتور فهد إنه مركز متخصص بهذا الشكل. أعتقد في هنالك بعض المكاسب الاقتصادية السياحية لإمارة دبي من خلال تواجد هذا المركز. بالفعل أخوي محمود، إذا شفنا أرقام أو أعداد المرضى اللي يتوفدون للعلاج بالخارج، اليوم أشوف أن أمراض القلب يمكن هي الرقم واحد. فبالتالي في مرضى ما زالوا يسافرون خارج الدولة لعلاج القلب، لكن مع تميز خدماتنا نحن بعد لازم نسعى إلى الأفضل، ونسعى أن هالمرضى يتمون عندنا. لا شك أن اقتصاديا أفضل، لا شك أن حتى نفسيا على المريض أفضل تواجده في 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 دبي بين أهله في بيته، هذا يعكس إيجابيا على إيجابية المريض وعلى تجاوبه مع العلاج أيضا. من ناحية الاستراتيجية الأخرى اللي هي التكنولوجيا، إذا بتكلم فيها شوية، تعرف نتكلم دائما عن مسرعات المستقبل، هذا المركز أيضا بيسابق الزمن في تواجد التكنولوجيا الأفضل فيه. عندنا شريك استراتيجي اليوم متواجد معانا في هذه المبادرة، هو جي إي هيلث كير، شركة جنرال إلكتريك للصحة. وبصراحة يعني شفنا نحن في أثناء زيارتنا لأمريكا في أغسطس 2017 مع معالي رئيس مجلس الإدارة، مرينا عليهم شفنا الأجهزة وشفنا أحدث التقنيات اللي موجودة. لا يعني أن الأجهزة الموجودة حاليا في مستشفى راشد أو دبي مش مواكبة العصر، بالعكس مواكبة ويمكن أفضل الأجهزة موجودة عندنا، لكن أيضا نبغي نحن نثبت للعالم أننا نسابق الزمن ونبغي نسرع في تواجد أفضل التكنولوجيا في هذا المركز. خدمة المريض بالمرحلة الأولى والأخيرة، لكن مثل ما تفضل الدكتور التدريب، الأبحاث أيضا، وأحدث التقنيات اللي بتتواجد في هذا المركز أيضا جزء من رؤية هذا المركز. ممتاز دكتور. يعني الحين احنا مستمرين في موضوعنا اللي هو مركز دبي العالمي لأمراض القلب، لكن بناخذ الحين فاصل، وقبل ما نطلع الفاصل نحب نذكر أرقام التواصل هي 600551414 أعزائي المستمعين، وكذلك عبر الرسائل النصية 4006. فاصل ونرجع لكم. صحة وسعادة. أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية أعزائنا المستمعين، ومرحبا فيكم في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المتميزة نور دبي. نحب نذكركم أرقام التواصل 600551414 وعبر الرسائل النصية 4006. قبل الفاصل كنا بدينا نتكلم عن فقرة جدا متميزة، وهي فقرة إنشاء مشروع مركز دبي العالمي لأمراض القلب. هذا المركز اللي بدأت فيه هيئة الصحة في دبي عشان يكون المرجع العلمي الأكاديمي لهالنوع من الأمراض. إنزين، معانا دكتور محمد،
نحب بس نسأل لو شو إمكانيات وقدرات هيئة الصحة في دبي لتأسيس مثل هذا المركز؟ يعني كل القدرات سواء كانت البشرية أو غيرها. الحمد لله الهيئة تسخر بالقدرات البشرية اللي متمكنة من إنشاء مركز عالمي للقلب في وقتها الحالي. نتكلم عن الخدمات المقدمة في مستشفى راشد، الخدمات المقدمة في مستشفى دبي، وما شاء الله هذه بشهادة الوفد اللي جانا من نيويورك ولفوا وشافوا إمكانيات هيئة الصحة. الصراحة انبهروا باللي متواجد عندنا. يمكن نحن كإضافة بنضيف التدريب، بنضيف الأبحاث العلمية، وبنضيف التقنيات الأحدث أو التقنيات اللي هي تحت المجهر مثل ما يقولون، بحيث أن نحن ندخل حتى مسرعات المستقبل في هذا المشروع. هذا من الإمكانيات البشرية، الإمكانيات البحثية، الإمكانيات التدريبية، والإمكانيات الحمد لله الموارد المالية المتوفرة يجب أن نستخدمها بطريقة مثلى على أساس أن نحن نطلع بهذا المشروع إن شاء الله بطريقة متميزة ونسابق الزمن فيه أيضا. طيب الحين يعني تكلمنا عن الإمكانيات والقدرات اللي تسخر بها إمارة دبي، لكن ليش الهيئة توجهت على وجه الخصوص إلى مستشفى نيويورك ومستشفى بريس بيتريان، صحتي؟ كولومبيا هارت سورس بريسبيتيريان، نعم. أوكي، يعني ليش توجهتوا لهذه المستشفيين يعني بالاتفاق على تأسيس هذا المركز؟ كان توجه استراتيجي، والدكتور عارف يمكن يضيف على الأبحاث العلمية اللي تطلع من هذا المستشفى، لكن هو من أفضل المستشفيات اللي موجودة هناك في أمريكا، وصراحة كونهم من الأفضل أيضا هم من الناس اللي رحبوا بالتعاون. من الصعب مرات عليك أنك أنت تجد شخص يحب يتعاون على المدى العالمي لأنه يشوفه هي زيادة أو عبء أو حمل عليه، لكن الصراحة الجماعة اللي في كولومبيا هارت سورس وشركة جنرال إلكتريك شفنا منهم كل ترحيب للتعاون العالمي. يبالها شوية نفس طويل أن حد يتعاون عالميا. تعرف نحن اليوم تربطنا بينه وبينهم طيران الإمارات رحلة 14-15 ساعة، فمو بكل حد، وفرق التوقيت أيضا. نحن دائما نتكلم معهم بعد الدوام يعني الساعة 5 و6 المساء، عندهم هناك الساعة 7 الصبح، ففي جهد يبذل على أساس أن هاي الاتفاقية يتم وهذا التعاون يتم. مو بسهل إذا تفكر فيها، نحن آلاف الأميال بعيد عنهم، لكن لقينا منهم ترحيب. طبعا سمعة إمارة دبي عندهم أيضا مكنت، سمعة دولة الإمارات عندهم أيضا مكنت من هذه الاتفاقية، ولما يوهني زاروا إمارة دبي ودولة الإمارات لأول مرة انبهروا باللي شافوه، انبهروا أكيد مكن لأنهم زلابي فمو بكل حد. صحيح هم من أفضل الناس في تقديم خدمات الطب وخدمات الجراحة القلبية، لكن أيضا تقبلهم للتعاون هذا سهل كثير علينا. وطبعا من المراكز العالمية هم نيويورك بيتسبيريان، معروفين يعني بالريادة العالمية، هم تقريبا من أفضل 5 مراكز في أمريكا. طبعا ها ما تم إلا بعد بحث يعني والتشاور. أنت لما تجي تبغي تتعاون ويا حد تبغي المرونة بعد، لأن في بعض المراكز عندهم مشكلة الإيجو، زين يملي عليك شروطه. وإحنا طبعا نبغي يكون في فلكسبيليتي في التعاون بيننا وبين المركز العالمي اللي بيكون يعني، وخاصة إحنا في مرحلة التأسيس. هو بعقب الزلاب يا دكتور ما في خلاص الأمور طيبة. إيش تبغي بخلصونك هذا بعد استراتيجي بيوسف. زين دكتور فهد، يعني شو الدور اللي بيلعب مركز كولومبيا التابع للمستشفى نيويورك في تدشين مركز دبي العالمي لأمراض القلب؟ طبعا احنا حرصنا أن يكون التعاون اللي بيننا وبينهم تعاون كلينيكي أكثر من أي تعاون آخر، لأن عندنا الكفاءات المناسبة لإدارة أو تأسيس مثل هذا المركز، ولكن هناك أطر تعاون إكلينيكية نبغي نقويها مع مركز عالمي. طبعا احنا حرصنا أن لما زارونا هنا على مدى يومين وزاروا الخدمات المقدمة في الهيئة، كان في مستشفى راشد أو مستشفى دبي، طبعا حرصنا من أول يوم أن نقول لهم أوكي، ما نبغي بس تقولونا شو الإيجابيات اللي عندنا، احنا نبغي نسمع السلبيات وكيف ممكن نطورها. فهذا كان بالنسبة لنا من أهم الفوائد اللي جنيناها من الزيارة،
شو يعني احنا ما حد يدعي الكمال، ودائما الواحد يبغي يطور نفسه. اذا وصل لمرحلة يقول انا خلاص تعلمت كل شيء، هاي يعني بداية الهبوط، بداية الجهل تكون. فاحنا بغينا نحرص على شو الاشياء اللي ممكن نطورها وممكن نبرز فيها حسب الامكانيات اللي موجودة حاليا. طيب دكتورة، احمد بدر يسلم عليك، يقول عمو ولد اخوي، هذا ولد اخوته. زين، المفروض عندك امتحانات يعني. مستمتعوا بموضوع القلب يعني. بنيب الاستديو مرة الجاي يعني احمد. زين، الحين انتم خططتوا وسويتوا ووقعتوا اتفاقيات، هذا المركز متى بيشوف النور؟ ها استراتيجيتنا تنتهي في 2021 إن شاء الله، بإذن الله قبل 2021 إحنا هذا المركز يرى النور. طبعا حاليا إذا بتقولي اليوم شغلنا الشاغل هو إعداد دراسة جدوى لتفاصيل المشروع. في تفاصيل تعرف مثل ما اتطرقت لها أخوي محمود، اقتصادية، مالية، موارد بشرية، تقنية، لازم أنها تدخل كلها في الحسبان. حاليا شغالين مع شركة برايس ووتر هاوس كوبرز لإعداد هذه الدراسة، وبإذن الله بتطلع تفاصيل أكثر أن متى أول مريض بيدخل هذا المركز. وبنفس الوقت اتفاقية التعاون اللي هي وقعناها في شهر 8 2017 مع كولومبيا هارت سورس نيويورك بريسبيتيريان جارية معانا لمدة 18 شهر، فبإذن الله قبل 18 شهر نحن نطلع بتفاصيل أدق وأكبر للمجتمع، بحيث أن نعلن بالفعل متى أول مريض يقدر يستفيد من هالخدمة. خلصتوا التصميم المبنى شغلة ولا؟ التصاميم البدائية نعم خلصت ككونسبت، ضم إلى مستشفى راشد الجديد، المبنى الجديد أيضا جاري حاليا. طبعا بيكون في حرم مستشفى راشد بإذن الله، في أراضي مستشفى راشد، بحيث أنه يكون قريب على الخدمات المتوفرة في المستشفى الجديد والخدمات الحالية أيضا. ممتاز. إنزين دكتور، في عندكم بعض المعوقات أو الصعوبات اللي يعني تتوقعونها ممكن تواجهكم في إنشاء هالمركز؟ لا شك كمشروع جديد دائما في له تشالنجز، تحديات تطلع. هذه التحديات ما أظني بتغلب الفريق المتواجد اليوم على 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 الأرض اليوم موجود في قيادة هذا المشروع، سواء كان دكتور فهد باصليب كقائد لهذه المبادرة الجميلة، دكتور سهيل الركن كقائد للبرنامج، والعاملين أيضا في مستشفى راشد، مستشفى دبي، سواء مدراء التنفيذيين أو مدراء الإدارات اللي موجودين في الهيئة، كلهم اليوم داعمين لهذا المشروع. روح الفريق جدا جميل، لكن باكر تطلع لك تحديات أخرى، الموقع مناسب تغير الموقع، التكنولوجيا هاي مناسبة، التكنولوجيا أخرى، هذه الأبحاث اللي نبغى نركز عليها، في أبحاث أخرى، الموارد المالية. لكن مع روح الفريق اللي شفناه على مدى اليومين، سواء كان من هيئة الصحة أو من الفريق اللي أنا من نيويورك، شفنا أن هذا الفريق ممكن لا يمكن أن أي تحدي بيوقف كعائق أمام. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. أنا شوية بطلع برا المركز. زي الدكتور شوف لي الله يخليك ركن، بفتح محل زلابية في المركز. لا بطلع خارج إطار المركز، لأن عندنا هنالك الكثير من المبادرات والفعاليات اللي قمتم فيها في مجال أمراض القلب والأوعية الدموية دكتور فهد. هنالك يعني برامج معينة تم طرحها كذلك، فأبغي ناخذ جولة سريعة في أهم الأشياء اللي تقدم في مجال أمراض القلب والأوعية الدموية حاليا في إمارة دبي. طبعا على مستوى الخدمات اللي تقدم الحين لله الحمد هناك كثير من التميز في هذه الخدمة من ناحية العلاج أو كذلك التوعية. من ناحية العلاج هناك طبعا كما هو معروف أن أقسامنا معتمدة دوليا من الجي سي آي في علاج الجلطات القلبية، وهذا القسم الوحيد على مدى على الشرق الأوسط يحصل على هذا التميز، وهذا لاتباع البروتوكولات العالمية في العلاج. يعني طبعا احنا ما ننسى إعادة التأهيل، حملات التوعية على مدى السنة، لأن هاي شيء مهم جدا بالنسبة لنا. هناك بعض المبادرات اللي الحين شغالي وياها، خاصة نشتغل احنا ويا الدكتور محمد موضوع اللي هي مدينة دبي، مدينة القلب السليم. هاي من المبادرات الجميلة اللي راح تكون ذات مردود إيجابي على مستوى دبي، وإن شاء الله نتكلم عنها بالتفصيل بعد فترة
بسيطة إن شاء الله بإذن الله، لأن هناك كثير من التحضيرات يجرى لها بالنسبة لها المبادرة. طبعا استخدام بشكل عام دكتور، شيء حصري حق برنامجنا تي بس يعني بشكل عام، ما بدو دكتور محمد، دكتور محمد أنا أدعوكم لتصوير حلقة برنامجكم الموقر في مختبر الدكتور فهد في مستشفى راشد. تبغى تشوف مصارعات المستقبل بتشوفها لايف عنده. ممتاز. يا سلام. زين. متى بيكون أي يوم؟ جاهز جاهز موجود. طبعًا مختبر القسطرة اللي تم يعني إنشاءه في السنة هذه كثير من وسائل التكنولوجيا اللي موجودة لا توجد في أي مكان في الشرق الأوسط يعني. حرصنا على أن يكون أول شيء مثل ما يقولون قسم القسطرة يكون أي واحد داخل على عملية قسطرة يكون يعني مليء بالقلق والتوتر. البيئة اللي موجودة داخل حرصنا أن تكون من ناحية الإضاءة، من ناحية المناظر الطبيعية أن تكون أقل توتر وقلق. طبعا الواحد داخل على عملية قسطرة دائما في توتر، لكن نحاول ندرسها من كل هالنواحي. طبعا الجهاز اللي موجود من أحدث الأجهزة، عندنا جهازين ركبناهم من ناحية السوفت ويرز والإمكانيات اللي موجودة طبعا تساعد الأطباء على شو اسمه وتقلل كمية الأشعة اللي يتعرض لها المريض، بالإضافة إلى الخدمات المساندة. كثير من الأشياء اللي موجودة تقلل وقت العملية، تساعد بعض السوفت ويرز، مثلا في سوفت وير جديد في عملية تبديل الصمام بالقسطرة، وهالسوفت وير يعني يساعد على اختيار حجم الصمام، يساعد على تركيبه يعني لأن تركيبه عندنا بالملي يعني ملي فوق ملي تحت تفرق، فهذا من الأشياء اللي تساعد وموجود هذا في قسم القسطرة، بالإضافة إلى أشياء كثيرة يعني. ف تبغانا زيارة محمود يعني. لا بنزور إن شاء الله وبنصور وبناخذ المستمعين والمشاهدين كذلك على تفاصيل أكثر. تفضل دكتور. وتثبت الإضاءة على اللون الأزرق، لأن علميا ثبتت الدراسات أيه. اللون الأزرق يريح الأعصاب جدا. ما منصور شيء. لا أنا ملاحظ المشاريع الجديدة في هيئة الصحة كلها لون أزرق. لون طبيعي وتشتاق للأنفس طال عمرك. طبعا الدكتور نصراوي يعني عشان ما يحتاج لكن احنا حرصنا ان يكون الألوان متوفرة بكل الدرجات حتى ما نكون يعني نرضي جميع يعني الأذواق يعني. أول دكتور اللي يدخل عملية قلب يعني يكون ما بين الحياة والموت، يعني تي شغلة وايد مقلقة وايد. هذا الحين اللهم لك الحمد مع تقدم العلم وتقدم الإمكانيات في الإمارات، والفضل يعني الدعم المستمر من قيادتنا الرشيدة والحكومة في توفير سبل العلاج بأفضل الطرق وأفضل الوسائل العالمية. صارت عملية القلب يعني يومين والريال طالع برا على المستشفى بعد اللي هي البيئة المهيئة، يعني شوف يعني اهتمام بالبيئة اللي حوالين المريض هذا وايد مهمة، لأنه مو بس حالته الصحية، لازم حالته النفسية، الناس اللي حواليه، الدعم اللي حصله من الناس اللي حواليها وايد مهم بعد. على طاري الحالة النفسية دكتور خبرني حين أنت عندك ما شاء الله المرضى يدخلون يومين ويطلعون. ها الحمد لله الحمد لله. خبرني من المواقف اللي تصير مع المرضى، يعني حد منهم كبير في السن كذا، شو تقول انت لما تسوي للعملية بعد العملية ولا قبل العملية؟ قبل العملية شو تقول له بعد العملية شو تقول له؟ هو أهم الأشياء اللي انا احرص عليها اذا كان المريض مدخن طبعا اني احذره واني اقول له ما بيكون في ضمان على العملية اذا تميت تدخن. طبعا الكبار في السن الله يعطيهم الصحة والعافية وهذه تاج على روسنا، دائما لما نشوف ان احنا داخلين داخل القلب فاول سؤال يسألني يقول لي دكتور انت يوم تدخل داخل تعرف كل شيء في قلبي يعني؟ فانا طبعا مزحا اقول له هي نعم اعرف كل شيء واعرف كم في قلبك وكم واحد وكم وحدة، فهو يكون يعني نوع من الطرافة وهذا حتى نخفف التوتر يعني. زين وعقب العملية؟ لا طبعا خبر الصراحة يعني.
هذا دكتور يباله يسوون مقترح يسوون مثل فضفضة قبل العملية هذه. هو بعضهم ترى يفضفض بدون ما نقول له. أتذكر أنا بعث لك واحد من المرضى دكتور يعني الله يذكره بالخير كان خايف وايد من موضوع العملية في أحد المستشفيات الخاصة. قالوا له أنت يعني إذا ما سويتها ممكن تموت وممكن العملية تكون خطرة وما أدري كذا. فهو كان متخوف من هذا المجال وكان يبغي يسافر برا. فقلت له يعني لا تحاتي بتصير وتسوي العملية عند الدكتور فهد واحد من أفضل الدكاترة عالميا في هذا المجال كذا كذا. المهم وما اقتنع لين ما قلت له شوف يعني إذا سويت العملية انزين عند دكتور فهد عقب يومين بتطلع من المستشفى اليوم الثالث انت ماخذ الثانية. هذا تحريض يعني. لا مو تحريض هني بدأ يقتنع. شو رأيك دكتور؟ سبحان الله في محفزات يعني. انت مع المعددين طال عمرك بس انت ما في يعني العداد عندك بعد مصفر. لا لا الامور طيبة. طبعًا يعني هاي طريقة حلوة ان تشجعهم يعني. لا احنا طبعا احنا ما نشجع على هالشيء زين لكن احنا نقول لهم يعني الواحد ان شاء الله بعد ما يطلع من هذا يحس بالفرق كيف ان كان يعاني ويشتكي من الآلام اللي ما تخلي يبذل مجهود نتيجة العائق ونتيجة انسداد شرايين او شيء. ولكن عقب ما تتسهل الامور الحمد لله طبعا احنا ننصحهم بالرجوع الى الرياضة. يعني ما شاء الله عندنا وايد ارانب سعيدة. هذا جواب جواسي لان ام عمر على الخط وتسمع الجواب. بعدين بيزعلون علينا الحرم اللي يسمعونا. زين دكتور يعني انت قلت ذكرت نقطة مهمة اللي هي الرجوع للرياضة. هل هناك في مثل برامج تأهيلية مثلا او مثلا عقب ما يخلصون يعني تهتمون في الناحية اكثر؟ نعم في عندنا برنامج لإعادة تأهيل مرضى القلب. هو عبارة عن برنامج نحرص على أن المريض يشترك فيه خاصة مرضى صغار السن يكون في مرتين أسبوعيا تقريبا حدود ساعتين خاصة في أول شهور بعد العملية. حتى ويكون في جروب ثرابي مثلا مجموعة من المرضى أيون لقسم العلاج الطبيعي وحب نشكرهم الحين بهالمناسبة. وخلال هذه الساعتين يكون في طبيب قلب متواجد، أخصائي تغذية، أخصائي نفسي، أخصائي علاج طبيعي، تمريض، ويكون المريض يبدأ التدريب ويبدأ هذا تحت إشراف طبي. وطبعا المريض ممكن في المستشفى ساعات من الرهبة ينسى بعض الأسئلة، فلما يجي للعلاج الطبيعي عند وسائل التواصل مع أي حد من هذه التخصصات موجودين، بالإضافة إلى التواصل مع المرضى اللي هم صار عندهم خبرة سابقة. فيكون يعني في عندنا بعض المرضى أصبحوا هم يعني يوجهون المرضى الآخرين شو تسوون شو هلا هذا مو بزين حقك هذا يرفع الضغط هذا. فمشاركة التجربة شيء جيد يعني، وهاي من الأشياء يعني اللي إحنا حريصين عليها مش فقط العلاج. جميل. هني الأخت سمية تقول لو تعرفون الجو العام اللي مرتبنا دكتور فهد في قسم القلب مستشفى راشد شيء فوق التصور. طيب سمية أنت بحط الكاميرا على أيمن، ما شفتي موضوع بوكا هذا أيمن زين، بوكا ضايع وقلتي بتشوفين الموضوع ما شفتي ليه الحينة. زين إن شاء الله حرمت الأولى تسمع. في حرمة ثانية دكتور؟ يقصدون أول شيء يقصدونه من لا 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 مو مشكلة عموما. الوقت بدأ أنا ما نبغى نسوي مشاكل الحين على آخر البرنامج. إنزين الحين يقول لك قبل أقرأها آخر رسالة بس نأخذ كلمة أخيرة من الدكتور محمد الرضا وكلمة أخيرة كذلك من الدكتور فهد. تفضل دكتور. طبعا بإذن الله هذه مبادرة من 100 مبادرة موجودة عندنا في استراتيجية الصحة بدبي 2016-2021، وبإذن الله المبادرة القادمة بتكون عن أيضا مركز متميز لأمراض السرطان إن شاء الله عفانا الله وإياكم والمستمعين. وبإذن الله أيضا ترى النور تزامنا مع المركز المتميز لأمراض القلب وأيضا مراكز متميزة أخرى. فهذه كلها جهود صراحة جبارة بتقوم بها الهيئة لخدمة المجتمع خدمة الدولة بحيث أننا ننهض نحن بهذه الخدمات الطبية للاستفادة من الموارد الموجودة. وبإذن الله هالنعمة هاي تدوم علينا وعلى على الدولة نستفيد منها
أساس أن باكر أحفادنا وأحفاد أحفادنا يذكرون هاي الفترة ويقولون الحمد لله جزاهم الله خير عملوا شيء. شكرا لك دكتور فهد. هو طبعا صعب تتكلم بعد دكتور محمد يعني ما شاء الله عليه. مالك زود مالك زود. لكن إحنا أحب أن فرنشيب. أحب أني أشد بالدعم اللي شفناه يعني من القيادة الرشيدة من معالي رئيس مجلس الإدارة المدير العام مكتب التحول التنظيمي. صراحة كل الجهود مسخرة حتى يتم تأسيس هذا المركز، وهذا المركز يعني بيكون إن شاء الله بإذن الله إضافة جديدة في التميز في دبي، ويعني راح تستفيد منه أجيال وأجيال، وفي النهاية نتمنى لكم سلامة قلوبكم يعني. شكرا لك، كل التوفيق لكم دكتور إن شاء الله يا رب. شكرا لك دكتور فهد بصري باستشاري ورئيس قسم أمراض القلب والقسطرة في مستشفى راشد. كل الشكر دكتور محمد الرضا مدير مكتب التحول التنظيمي بهيئة الصحة بدبي والمسؤول عن توريد الزلابية في لضيوف الهيئة أيضا مرضى. شكرا لك دكتورة بدرية ما قصرتي. وكل الشكر كانت معنا في التنسيق نجاة السويدي، وأيضا معنا كذلك في الإخراج بنوح أيمن سرحيل. آخر رسالة، وام إجازة رأس السنة الميلادية للحكومة الاتحادية يومي الأحد 31 ديسمبر والاثنين 1 يناير. تو الناس على رأس السنة، نحن مداومين ترى، نحن مداومين استانس وبي إجازة. خلي الناس تتوقع نهاية الحلقة. إن شاء الله. عموما وصلنا للختام، حتى نلقاكم إن شاء الله في الغد. هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وفي الختام نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.